شوف اخوتي الطريق كي دايره لابيس لابيس وطلع ما تقدرش تطلع مع الموتور شويه فاشل. اوه واش نقول لكم انت شوف 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 الطريق هذه والله ما عرفت فين تدي هذه الطريق هذه. غادي نشوف جي بي اس يبان لي غادي هكذا مور الجبل مور داك الجبل سبحان الله. شوف الدوار بعد لهي واه شوف 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 ها الطريق واحد الجو اخوتي هنايا صراحه والله تطبر اخوتي. سمعت اخوتي لو كان تجي هنايا تعيش هنايا مع هاد الشجر ديال العرعار وهاد الجو هذا والله ما تمشي على الطبيب كاع كي تحل مع الصباح الدر نعمة سيدي بالراد ديال اتاي وشويه زيت الزيتون وتطلع تمشى مع هاد الجبل هذا نعمة سيدي وتسرح شي معيز دير معهم شويه الرياضه بابا بابا تبارك الله صلى عليك يا رسول الله مع هاد الجو مع دير شويه ديال الدجاج وشويه البيض البلدي وهادي الله تتعرف ما عمر ما تدور في الطبيب كاع ما شاء الله اللهم بارك الحمد لله. شوف الطبيعه تبارك الله شوف يا سلام العرعر يا العرعر يا اللي ما يدوزو عار واه وليدي تبارك الله عليكم اخوت. رحنا وقفنا هنايا باش ندير واحد الاستراحه الموتور سخن راني في واحد الطريقه اخوتي لابيس الحجر الموتور تعرف عيا ما يجبد وقف قال لك والله ما نزيدها خليني ترانكيل. شوفوا بعدا فين راني شوفوا الطريق لابيس الشوحيه خليتها منا فتح الشوحيه وفت على دوار محجوبه وجيت مع هاد الطريق هادي شفت في جي بي اس تلاقيت التفوغات من هاد الجهه هادي كاين بعض الضوابير غادي نفوتو عليهم عاد غادي نفوتو التفوغات ولكن المسافه راه طويله. المهم مسافه طويله غادي نشوفو كيفاش نديرو لها البلان. الطريق كي دايره تكرفيس ولكن اخوتي مين كتشوف هاد الطبيعه وهاد الجمال تبارك الله ديال الله سبحانه وتعالى. شوف هادو جبال ديال بني زناسن وهذوك الجبال اللي راهم لهيه ديال كبدانه زيو راه في الرهيبان غادي نشوف واش نقدر نزومي لكم عليهم شويه. هو زيو تحياتي الناس زيو ناس الناظور ناس المنطقه الشرقيه ناس وجده ناس بركان ناس اكليم المهم المنطقه الشرقيه. ايوا انتم تشوفوا الاجواء مغامرات مغامرات اجيبها اجيبها جيبها ولا ريح. شوف 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 بارك الله صل عليك يا رسول الله. عرفت واحد المعمل ديال كانكاسو الطريق اللي جيت بها روح تشوف الطريق اللي جيت بها روح. مين جيت اخوتي ولكن راه جبدة طريق راه يقولها غير الفم راه باش تجي من بركان وتفوت جامع الخطبة الشويحية وتفوت منا 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 وتولي الدوار محجوبة وتولي هكا وتولي هكا وغادي نزيدو عاد نشوفو فين غادي نمشي. ايوا الحمد لله هذا راه فضل من الله سبحانه وتعالى كلشي فيه خير. تحياتي لكم اخوتي. المهم حنا غادي نكملو الجولة تاعنا ونشوفو الاجواء وتحياتي الا كان شي جديد غادي نبارطاجيه معاكم صافي تحياتي. هادو هما الحوايج الصعب اللي كان الحير فيهم انايا مي ما كنتش عارف الطريق وكنتلاقى جوج ديال الطرقان كيقول لك واش تفوت منا ولا تفوت منا. درك اخوتي انا جيت منا الله ما نتلف الطريق من جيت جيت منا دوار محجوبه تلاقيت هاد الطريق وتلاقيت هاد الطريق كونيكسيون ما كانش اللي تسول ما كانش لا ولا اله الا الله ولكن الحمد لله اليقين في الله سبحانه وتعالى
حنا غادي نستمتع بالجمال الطبيعي بعد الاول ويكون خير. ها انتم تشوفوا دائما الطبيعه اخوتي، والله الا ما كانش احسن من الطبيعه. شوف واه، يا سلام يا سلام يا سلام، بلادنا بلاد الخير تبارك الله. ما كانش بحال بلاد، شوف واحد الحجره متقبه، شوف سبحان الله بلاد. سبحان الله، خيرات الله، اللهم بارك وزد في ذلك. ملي كنشوف الطبيعه وكنشوف الجبال كنفرح والله العظيم اخوتي، سيرتو ملي كيكون الماء دوكا، كان شي واد منا والشلالات وداك الشيء تبارك الله، جمال على جمال، اللهم بارك. المهم غادي نشوف لافير ديال هاد الطريق وغادي نشوف كيفاش نديرو ويكون خير. واو اخوتي واحد الحراره، واش نقول لكم؟ يا سلام، الحمد لله. وقفت هنايا عند واحد الدوار اللي سميتو ووزغت تال الزرت، دوار ووزغ وهذاك تال الزرت هاوك. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. واحد الجو اخوتي هنايا والله العظيم الا ما شاء الله، سبحان الله تبارك الله، صلى عليك رسول الله. دوار وسط الطبيعة، وسط الجبال ابن زناسن، ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم صل عليك رسول الله. شوف شوف سبحان الله العظيم، شوف انا غادي مع الطريق، تلقيت هنايا واحد الكهف ساكن فيه شي واحد، يمكن بان لك كاين الكسوه ديالو هنايا، هانتوما تشوفوا. المهم هنا في الطريق هاو كدوار، الطريق مكرفصه بزاف. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والله العظيم الا الحمد لله والشكر لله. مين تلاقينا القودرون بعدا، با 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 با، واحد الطريق مكرفسه بزاف، ها تلاقينا القودرون، ها الطريق اللي جينا بها، دوار تاع الزرت بالشلحه، ما عرفتش شنو كتعني هذه. المهم هاوك الدوار، المهم هذا معروف تبارك الله بالزيتون، شوف خيرات الله تبارك الله. شوف شوف الحمام، ها الحمام، خروب الزيتون، كاين بعض الناس اللي هجروا من هاد الدوار. المهم انا غادي نكتشف هاد المنطقه لاول مره اخواتي، والله العظيم الى اول مره، وراني غير غادي الله سبحانه وتعالى، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. انا غادي مازال ما تلاقيت شي واحد اللي نسول، مازال ما تلاقيت شي واحد. المهم انا غادي نشوف في الجي بي اس عندي الكونيكسيو والو، مما كتكونش كونيكسيو ما كتعطيكش الديريكسيونيشن. المهم غادي نشوفو وغادي، هاد الرحلة ديال اليوم سبحان الله، هاد الرحلة ديال اليوم كانت حدها محجوبة، ولكن قلت علاش ما نجربش هاد الطريق هادي، وهي هاديك. المهم تحياتي، غادي نشوف البلان كي داير. الحمد لله بعدا وأخيرا تلقينا واحد السقاية تاع الماء نشربو بعدا شوية، نعمر واحد القرعة. بسم الله، واحد السقاية ديال الماء، نتمنى من الله يكون فيها الماء. بسم الله، الحمد لله الحمد لله، هذا الصنداج ديال الماء اللي كيدفع الماء للدوار. بسم الله تبارك الله، نعمرو هاد القرعة بعدا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله مزيان بعدا ملي كاين الما هنايا. مشينا مشينا، يلا نمشيو خوتي. وقفت هنايا وشفت واحد العين لهيها، غادي نمشيو نشوفو
واش فيها الماء ولا لا. الله اكبر. كنحط العين لها، شوف الطريق كي دايره. قال لي واحد الساقيه خارجه من العين، قال لي باني عليها داك الشيء، ما عرفتش اكتشفوها جميع. بسم الله بسم الله بسم الله. اوه الله اكبر. هانتوما تشوفوا كاين واحد العين لهي واحد العين لهي، وهذا الشيء هذا يبان لي مشعط اخواتي. الله يرحمنا برحمتك الواسعه. يا ربي يا ربي يا ربي. والو دعوه نشفى. كاين واحد شي حاجه اللي هي شي بيت اللي هي ما عرفتش من يصلح. كاين والو. اه والله يرحمنا يا ربي ترحمنا برحمتك الواسعه باش يوليو الودان يجريو. يلا نكملوا الطريق. التقيت واحد الملعب فين يلعبوا الدراري الصغار. ها البارات ديال اللوح الخشب، البارات على الطريق هنايا. ما كانش بحال الرياضه. ها انتم تشوفوا الجو كي داير الخوت. يا سلام هاد الطريق ديال الدوار، الطريق اللي دي التفوغات بلي بويحيو ورحنا غاديين. يا سلام على واحد العوين تبارك الله. شوف 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 واحد الريحه تبارك الله ديال هالاشجار هذه كتعيش تبارك الله. شوف ولاد يحيى ولاد عمر. اه يا سلام تبارك الله مسجد ولاد عمر. يا سلام تبارك الله. شوف الاجواء كثير هنا، واحد الجو اخوتي اش نقول لكم. الى مشينا نيشان غادي نخرجوا في ولاد يحيى فاسير، ولا درنا هكا على اليسار غادي نوليو لكسميتو يا ربي مشات لي السميه. المهم الى مشينا نيشان غادي ندخلوا في تفوغات، الى مشينا هكا غادي نوليو فاسير والمنطقه ديال سيدي بوزيد الى اخره. واه يا سلام تبارك الله. مسجد الازهر دوار ولاد اعمر ولاد عمرو. هاد المنطقه هذه تبارك الله معروفه بالخضروات والفواكه. اللهم بارك كما كتشوفوا التشين برقوق خروب خضروات الفول. اللهم بارك. حيت ما بقى لنا والو نوصلوا للزعاره. الزعاره تبارك الله معروفه بالخضروات والفواكه ديالها. اللهم بارك. وقت الفول وقت المشماش البرقوق الحمد لله كيكون الخير موجود. شوف الناس تخدم الارض ديالها، شوف تبارك الله كتنقي الحجره وكتزرع تبارك الله. شوف اللي كيقول لك البلاد فيها الحجر. اللهم تخدم، اللهم تخدم اخويا وتنقي الحجره وتزرع الحاسي.
شحال من واحد يقول لي دور لي البلاد، ملي كندور له البلاد كنقول له روح تشوفها، كيقول لي فيها الحجر، جات طويله، جات لابيس، بدينا الا شراو ولقاو الحجره وخدموا انتم عاد تقلبوا على السعاره منا، السعاره منا، العين فاسير افساسن، عين افساسن هي وصلنا لها. نشربوا بعد شويه الماء ونغسلوا شويه. عين افساسن، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. داك الشيء راكم علموا مباشره الخوت، شوف يا سلام، هذه دايرينها باش يشربوا بها البهايم. تبارك الله، شوف شباب المعيز والحمير والطيور والبهائم وكل شيء، تبارك الله. شوف الناس كتفكر اخويا، كتفكر هي العين، عين افساسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الماء ديما موجود اخوت، بسم الله، وبارد تبارك الله. شوف بسم الله، والحلاوه الحلاوه والمذاق، الله اكبر. العصر، والعصر ان الانسان في خسر. الحمد لله، يلا وصلنا دابا السقايه اللي جايه هنايا بلي قمقام. الخير موجود تبارك الله، الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، هذه المنطقه اللي راني واقف فيها الان بني قمقام. هي دوار القمقامي اللي كاين هنايا، هذا كاين دوار مهجور، حتى واحد ما بقى هنايا، اللي جا قريب لتفوغالت. ها هي تفوغالت مور هاد الجبل هذا، جمعيه قمقام للتنميه القرويه وحمايه البيئه. هاك الدوار شتوه، يوقف حتى شي واحد ساكن، ها انتما تشوفوه.